خاض لاعبو منتخبنا الوطني للمواي تاي نزالاتهم في منافسات بطولة العالم بالمواي تاي الجارية حاليا في حلبات المدينة الرياضية في العاصمة التايلاندية بانكوك، وحقق اللاعب العراقي حسين سالم سعود الفوز في نزال وزن 67 كيلوغرام بالجولة الأولى وبالضربة الفنية القاضية على اللاعب الماليزي رضا آفيق متأهلا للدور الثاني. إذن أكد اللاعب حسين سالم سعود في تصريح عزمه على إكمال الطريق نحو منصات التتويج، وسيلعب سعود نزاله الثاني أمام البولندي أوسكار ستيوفيسكي بعد أن فاز الأخير على منافسه الفرنسي إليكس ساوترون. بالمقابل هناك أيضا تعليقات مشجعة وداعمة لهذا الإنجاز العراقي، اخترنا لكم بعض منها، والبداية مع حسين الذي قال عن هذا الفوز. يقول حسين: الله يوفق، هذا حسين سالم جيران بطل، إن شاء الله التوفيق ونشوفك بطل عالمي. أيضا هناك تعليق من حيدر علي: ألف مبروك، وهي شي أخبار مو كل البيجات تنشرها وحتى تفاعل ما بيها، وإن شاء الله دائما الفرحة للعراق، مو مثل المنتخب البارحة شايل 3 قوالة وعليهم صرف بالملايين وما كون جاز. تعليق من سرمة سالم يقول: أتمنى يتحول الصرف والتخصيصات المالية إلى اللي تنذب على المنتخب وكل شي ما محصين إلى هذول الأبطال اللي يحققون نتائج حلوة وإحنا متشلبين بس بالطوبة اللي ما انفرحتنا أبد. تعليق من عمران زاهر يقول: ذول الأبطال الحقيقيين يتمرنون بالبيت لو على حسابهم الخاص وماكو أي دعم، والمنتخب مال كرة القدم يجيبوا له مدرب بملايين الدولارات ويطلعنا خسرانين، أتمنى تصير وقفة لدعم هذول الأبطال الحقيقيين. تعليق آخر من علي جابر: ما شاء الله أسد، نحتاج انتصارات بالألعاب الفردية، والحكومة ما تهتم بالألعاب الفردية دائما، بس متشلبين بالطوبة ولاعبين بينا طوبة. تعليق آخر من ستار: لا يابا أيمن حسين وبشار، أحسن باقي اللعبات الفردية شنو، أهم شيء المنتخب يخسرون عليه فلوس ويطلع من الدور الأول. تحية إجلال وإكرام لهذا البطل.